السلام عليكم حبايبي وحبيباتي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناة ديالي. واللي غادي ندير فيه فيديو على شيمي اورغانيك، في الموديول ديال شيمي اورغانيك بارتي جديدة ان شاء الله، اللي هي لا نومنكلاتور ديال لي سوبستيتيو. دونك اول حاجة خاصنا نعرفو شنو هما لي سوبستيتيو. دونك نقراو لي سوبستيتيو سون دي اتوم، يعني واحد الذرات او غروب داتوم ولا واحد مجموعة ديال الذرات، branché par une liaison à l'un des carbones de la chaîne principale. Donc les substituants sont soit des icônes atomes, soit des groupes d'atomes, yani bzaf dial les atomes branchés par une liaison à l'un des carbones de la chaîne principale. Yani hadak le substituant, hadik l'atome ou le groupe d'atomes ghadi ykon mertabt lina bla chaîne principale bwahed le carbone kintami liha. Donc substituant soit غادي يكون ذره soit غادي يكون مجموعه من الذرات اللي غادي تكون مرتبطه بلا شين برينسيبال بواحد الكربون اللي كيكون كينتمي لهذيك لا شين برينسيبال. دونك اول حاجه نشوفوا لا نومنكلاتور ديال لي هيدروكاربور. شكون هما لي هيدروكاربور؟ هما لي موليكول اللي كنلقاو فيهم غير الكربون والهيدروجين. قلتها في لي فيديو اللي فاتت وغادي نعاود نقولها مره اخرى. لي هيدروكاربور سو سون دي موليكول اللي كنلقاو فيهم غير le carbone ou l'hydrogène. Donc, la nomenclature des hydrocarbures il y a des substituants. Radin nous E b'il. E b'il. Donc, CH3. CH3, c'est le méthane. Mais si vous voyez cette liaison, il va devenir un substituant. Il va devenir un carbone de la chaîne principale. دونك شنو غنسميوه؟ ميتيل. هذا الا ما كانتش عنده هاد لا ليزون هادي اللي هنا غادي تكون سميتو ايثان، ولكن هو حيت عنده هاد لا ليزون اللي كتبين لينا بلي راه سوبستيتيون سميتو ايتيل. هذا عاوتاني الا ما كانش عنده هاد لا ليزون هادي شنو كنا غادي نسميوه؟ بروبان، حيت كان غادي يكون واحد لا موليكول عاديه، واحد لي دروكاربور عادي، ولكن حيت عنده هاد لا ليزون هادي اللي كتبين لينا بلي راه سوبستيتيون، يعني راه مرتبط بواحد الكربون ديال واحد لا شين برينسيبال ديال واحد لا موليكول، دونك غادي نسميوه بروبيل. هنا غندخلوا لا دوبل ليزون. دونك هنا كل ما كانتش عندنا هاد لا ليزون هادي اللي هنا اللي كتبين لينا بلي راه سوبستيتيون، شنو كنا غنسميوه؟ ليتين. ليتين علاش ان؟ حيت عندنا لا دوبل ليزون، ولكن حيت كاينه هذه هنايا وعندنا لا دوبل ليزون سميتو ايتينيل. دونك حيدنا هذاك الاو اللي كيكون في الاخر، ها هما شفتو او تبدل بايل، حيدنا هذاك لو او وحطينا حداه ايل، دونك ولات سميتو ايتينيل. هنا اشنو عندنا؟ عندنا سي اش 2 سي اش 2. واحد الحاجه نسيت ما قلتهاش ليكم، لي سوبستيتيون هذاك الكربون الاول ديال سوبستيتيون كيكون مرتبط بلا شين برينسيبال، كان منو منين كنبداو لا نومونكلاتور، منو منين كنبداو لا نيميروطاسيون. دونك هذاك الكربون اللي كيكون مرتبط بلا شين برينسيبال ديال لو سوبستيتيون كنديرو فيه الرقم واحد، كيكون هو اول كربون في هذاك لو سوبستيتيون. دونك هنا كل ما كانتش عندنا هادي، ياك ما عندناش هادي، باش نجيب واحد السيم اخر، كل ما كانش عندنا هاد لا ليزون هادي شنو كنا غنسميو هاد لا موليكول؟ 1 2 3 شنو كانت تكون سميتها؟ كنا غنبداو من هنا. علاش؟ حيت قلنا لا دوبل ليزون كان خص يكون عندها اصغر نيميروطاسيون. دونك الا بدينا من هنا غتكون سميتو بروبين. بروبين، ولكن حنا هنا لا، ماشي في نفس لوكا. هنا راه عندنا هاد لا ليزون هادي اللي كتبين لينا بلي هاد لا موليكول كامله كتعتبر سوبستيتيون، هاد هيدروكاربور كيتعتبر سوبستيتيون حيت كاينه هاد لا ليزون هادي اللي هنا. وحنا اشنو قلنا؟ الا كان سوبستيتيون هذاك الكربون الاول اللي كيكون مرتبط بلا شين برينسيبال هو منين كنبداو لا نيميروطاسيون، دونك هو غيكون عنده الرقم واحد. دونك هنا هذا واحد، هذا جوج، وهذا ثلاثه. دونك شنو غنسميوه؟ بروب. علاش بروب؟ حيت عندنا ثلاثه ديال لي كربون، دو انيل. دو هي لا بوزيسيون ديال لا دوبل ليزون، ان كتبين لينا لا دوبل ليزون، و ايل كتبين لينا بلي هاد لي دروكاربور كامل ال ساجي دا سوبستيتيون، راهو سوبستيتيون.
هنا شنو عندنا؟ عندنا لا تريبل ليزون. دونك شنو سميتو هذا؟ فيه دو كربون سميتو ليتين، وحيت عندنا لا تروبل لا تريبل ليزون باردون نسميو ايتين، وحيت هو سوبستيتيون سميتو ايتينيل. ايتينيل ايت حيت عندنا دو كربون، ان حيت عندنا لا تريبل ليزون، و ايل حيت هذا كامل سوبستيتيون. هاد الهيدروكربور اللي هنا عندنا لا تريبل ليزون ها هي، وعندنا هاد الكربون هذا، وعندنا سي اش 3. دونك شنو قلنا هنا منين كنبداو لا نيميروطاسيون؟ من هاد الكربون الاول اللي لاصقه فيه لا ليزون اللي كتبين لينا بلي راه هاد لا موليكول كامله سوبستيتيون. دونك هذا 1 وهذا 2 وهذا 3. دونك شنو غنسميوه؟ لو بروب، حيت عندنا 3 ديال لي كربون نسميوه بروب. 1 تيغي بعدا حيت حرف او رقم كنديرو تيغي، ان لا بوزيسيون ديال لا تريبل ليزون، تيغي ان، ان كتبين لينا بلي راه عندنا تريبل ليزون، و ايل كتبين لينا بلي راه هاد الهيدروكربور كامل سي تان سوبستيتيون. دونك هنا نجيو لي زالوجين. شنو قلنا في لا فيديو اللي فاتت كنظن، ولا لا فيديو اللي قبل منها؟ قلنا بلي لي زالوجين كاينين ربعه، هما الكلور والفلور واليود والبروم. دونك حنا هنايا لي زالوجين الا كانوا دي سوبستيتيون كنسميهم لي زالوجينو. دونك الا كان عندنا الفلور كوم سوبستيتيون غنسميوه فلورو، الا كان الكلور غنسميوه كلورو، الا كان البروم غنسميوه برومو، والا كان اليود غنسميوه يودو. هنا عندنا واحد لا رومارك. شنو كتقول لنا هاد لا رومارك؟ كون ان سوبستيتيون اي لوي ميم سوبستيتيي اون ليكري انتر بارونتيز، et le carbone de substitution qui assure le branchement avec la chaîne principale est obligatoirement numéroté 1. Donc شنو كاين هنايا؟ قالت لك ملي كيكون واحد لو سوبستيتيون هو براس سوبستيتيي، يعني عندنا سوبستيتيون في واحد لا موليكول وفيه دي سوبستيتيون اخرين، يعني كنديروا هذيك لا نومونكلاتور ديال هذاك لو سوبستيتيون كنديروها اونتر بارونتيز باش ما تغلطش لينا مع لا موليكول كامله، كنديروها اونتر بارونتيز. اي لو كربون دو سوبستيتيون كي اسور لو برونشمون افيك لا شين برينسيبال، يعني الكربون ديال هذاك لو برومي سوبستيتيون اللي غادي يقاد لينا كي اسور لو برونشمون افيك لا شين برينسيبال، اللي هو اللي كيدير لينا لا ليزون اللي كيربط لينا هذاك لو سوبستيتيون مع لا شين برينسيبال، اي اوبليغاتوارمون نيميروتي 1. هاد الحاجه هادي الاخرى هي نفس اللي قلت لكم هنايا، اول كربون اللي كيربط لينا ما بين السوبستيتيون وما بين لا شين برينسيبال كنعطيوه 1، لا نيميروطاسيون 1. دونك هادي خاصها تحفظ، هادي خاصها تحفظ، سورتو هادو خاصهم يتحفظوا. دونك هنا عندنا دي ستركتور ديال دي سوبستيتيون، وهنا عندنا لو نون كورون ديالهم، يعني شي حاجه خاصها تحفظ. وهذا راه لا نوموكلاتور سيستيماتيك، يعني نتوما راه تقدروا ديروها، ولكن فين كاين المشكل؟ مثلا في ان اكزامان ولا في لو تي دي يقدر يعطيكم لا نوموكلاتور، وهذيك لا نوموكلاتور يعطيكم مثلا السميه ديال واحد لا موليكول، ومنها غادي تخرجوا التمرين كامل، يعني يعطيكم السميه يقول لكم عطوني لا موليكول كيفاش دايره، ومن بعد غادي يقول لكم خرجوا ليا لا ستيريو ايزوميري وداكشي الاخر اللي من بعد اللي غادي نشوفوا حنايا من بعد. دونك الا انت ما كنتيش عارف هادو راه هو هذا وراه هو هذا، ديك الساعه غادي يكون مشكل، حيت غادي يمشي لك التمرين كامل وديك الخدمه كامله اللي خدمتي غادي تضرب لك في الزيرو. دونك دو بريفيرونس هادو هي هادي راه عندك لا بوسيبيليتي انك ديرها لراسك، ولكن خاصك تعرف بلي لي زوبروبيل راه هو لو اميتيل ايتيل. هادي شي حوايج خاصكم تعرفوهم، هادو خاصهم يتحفظوا ضروريين. عافاكم، راه اي حاجه عطيتها لكم في هاد لا فيديو في لي فيديو اللي كندير دابا راه هي ضروريه، راه غادي تلقاوها في لي تي دي وغتلقاوها ان شاء الله في لي زيكزام، وحتى حاجه ما صعيبه، راه غير شويه التركيز شويه الخدمه تعذب واحد شويه ضروري، حيت ميمكنش تلقى شي حاجه سهله، وان شاء الله كلشي غادي يكون مزيان. دونك نبداو باول واحد عندنا، اشنو قلنا؟ ها هي الكربون الاول اللي كيكون ديال لو سوبستيتيون كيكون مرتبط بلا شين برينسيبال كنعطيوه لا نيميروطاسيون 1. دونك ها هي، دونك هذا الا بغينا نسميوه شنو غادي نسميوه؟ لو 1 ميتيل،
ان ميثيل ياك عندنا جوج ديال لي كربون هنا ايثيل علاش ايثيل علاش ان ميثيل ايثيل حيت هذا كامل سوبستيتيون داكشي علاش كنديروا ليه ايل في الاخر دونك لو ان هذا الميثيل ديال هذا لو سوبستيتيون هذا وهذا كامل سوبستيتيون ديال هاد ديال واحد لا موليكول غنلقاوه لاصق فيها دونك هذا لو ان ميثيل ايثيل جوج ديال لي كربون ايثيل هاد لو ان ميثيل ايثيل كنسميوه لو ايزوبروبيل هادو قلت لكم خاصهم يتحفظوا شوفوا شحال غير خمسة خاصهم يتحفظوا دونك لو ان ميثيل ايثيل هو ليزوبروبيل ثاني وحده هنا عندنا الكربون الاول هذا الكربون الثاني هذا الكربون الثالث دونك هذا الكربون الثاني ندير لكم هذا الكربون الثاني هذا الكربون الثالث دونك هذه حددناها هذه هي لاشين برينسيبال ديال هذا لو سوبستيتيون ولكن راه هو كامل عنده واحد لو سوبستيتيون اخر اللي كاين في الكربون 2 دونك سميتو لو 2 ميثيل وحينت عندنا ثلاثه ديال لي كربون يعني بروب وحينت هذا كامل سوبستيتيون غادي نديرو ليه بروبيل هي لو 2 ميثيل بروبيل وهذا لو 2 ميثيل بروبيل راه هو ليزو بيوتيل علاش بيوتيل حيت عندو ربعه ديال لي كربون ها الاول ها الثاني ها الثالث ها الرابع دونك هذا لا نومونكلاتور كورون وهذا لا نومونكلاتور سيستيماتيك هادو راهم مفهومين خاصهم يتفهموا وهادو خاصهم يتحفظوا دونك هذا هو ليزوبيوتيل وهذا هو ليزوبروبيل نشوفوا هاد الثالث هذا هو لو كربون الاول هذا هو لو كربون الثاني وهذا هو لو كربون الثالث ياك دونك في الكربون الاول عندنا واحد لو سوبستيتيون اللي هو الميثيل دونك لا نومونكلاتور سيستيماتيك شنو هي لو ان ميثيل بروبيل علاش بروبيل حيت عندنا هذا الكربون الاول والكربون الثاني والكربون الثالث هادشي علاش بروب وعلاش ايل ايل حيت هذا كامل سوبستيتيون داكشي اللي درنا ليه ايل في الاخر دونك لو ان ميثيل بروبيل لو ان ميثيل بروبيل هاد لو ان ميثيل بروبيل لو نون كورون ديالو هو لو سيك بوتيل علاش بوتيل حيت عندنا عاوتاني 4 كربون نشوفوا الرابع الرابع عندنا هذا هو الكربون الاول وعندنا ثلاثه ديال لو سوبستيتيون دونك حنايا شنو غنديروا خاصنا نحددوا لاشين برينسيبال شنو هي لاشين برينسيبال اللي غنديروا هنا غنديروا هذا هو الاول وهذا هو الثاني دونك هاد لاشين برينسيبال عندها جوج ديال لي سوبستيتيون اللي هو هذا وهذا دونك في النومونكلاتور شنو غنديروا لو 1 فيرغول 1 حيت ما بين جوج الارقام كنديروا لا فيرغول ما بين الرقم والحرف كنديروا تيغي قلتها في لا فيديو اللي فاتت دونك لو 1 1 ديميثيل 1 1 ديميثيل ميثيل درنا ليهم ايل حيت دي سوبستيتيون ديال هاد لا شين برينسيبال وهاد لا شين برينسيبال فيها جوج ديال لي كربون يعني 8 وحينت هاد لا موليكول كامله سوبستيتيون ديال واحد لا شين برينسيبال عندنا هنايا درنا ليها ايل في الاخر دونك لو 1 لو 1 1 دي ميثيل ايثيل لو 1 1 دي ميثيل ايثيل وهاد لو 1 1 دي ميثيل ايثيل سميتو لو تيرس بوتيل لو تيرس بوتيل مشيو لا سوبستيتيون الاخر دونك هادو راه خاصهم غير يتحفظوا ان شاء الله ما غادي يكون حتى شي مشكل من هنا لقدام دونك هنا شنو عندنا خاصنا عاوتاني نحددوا لا شين برينسيبال ديال هاد لو سوبستيتيون دونك هذا هو الكربون الاول هادي شي حاجه اللي اوبليغاتوارمون خاصك ديرها ماشي انت تختار فين هو الكربون الاول وفين هو الكربون الثاني حيت لا رومارك اللي شفنا قبيله شنو كتقول هذيك قاعده ضروريه ورئيسيه شنو كتقول لينا الكربون الاول ديال هذاك لو سوبستيتيون لي ا لا شين برينسيبال كنعطيوه اوبليغاتوارمون لا نيميروطاسيون 1 كيكون هو اول كربون دونك هذا كربون 1 هذا الكربون 2 وهذا الكربون 3 دونك شنو غنديرو هذا الكربون 2 خارجين منه جوج ديال لي سوبستيتيون دونك شنو غنديرو لو 2 2 ديميثيل
propyle. Le 2, 2, diméthyle, واحد جوج ثلاثة prop, وحين هذا substitution propyle. Donc le 2, 2, diméthyle propyle. Voilà, le nom courant ديالو هو le néopentyle. علاش pentyle؟ حيت عنده خمسة ديال لي كربون. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة. داكشي علاش بنتيل وعلاش إيل؟ حيت هذا كامل سبستيتيو. دونك هادشي هادو شي حوايج ضروريين خاصكم تعقلوا عليهم. كنتمنى أن لا فيديو تكون عجباتكم و بارطاجيو مع صحابكم لو ماكسيموم باش كلشي توصل ليه المعرفة. ولا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش ديروا لينا لايك وابوني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد إن شاء الله.